الفيديو ديالي نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير اخوان اخوات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير باش ما ننساش. الوغ اليوم كنوجد واحد الشنوه قلت بوكو با ما نبارطاجيهاش معكم. دونك واحد الشنوه ديال الخضره مع الكفته بطاطا والبنجال غنديرهم في الفران وغندير لهم هاد لاصوص. سي لا بروميير فوا كنجربها وقلت نشارك معكم. هانتوما كما كتلاحظوا في هاد الوضع اللي حنا فيه كلشي كنغسلو، يعني كلشي خصكم تغسلوه، الحليب كنغسلو حتى هو كنخليه تسخطر عاد كنديرو فسميتو. بيسكو اليوم اول نهار في شعبان صايمين، جبنا شويه ديال الشريحه مع فسميتو، كنزلو فقط الحانوت اللي قدامنا، يعني ما كنديباسيوش واحد البيريمتر اللي قصير هو. دونك بالنسبه لاصوص انايا لاصوص هادي معتمده عندي ديال لي بات ديال الزربه، هادي سي صوص بولونيز اللي غنديرها. دونك كندير بصله نص بصيله كتشحر صغيره، جوج ولا ثلاثه دروس ديال الثومه، راه عرفتوني الى متبعيني راه غتعرفوني كما العاده كيفاش دايره مع الثومه. دونك جو بريفير نديرها في الثياب. الى كتسمعوا الصوت راه وليدات كيقرا معاهم باباهم. اونطرطون انا كنوجد الفطور. فوالا دونك كندير جوج دروس ديال الثومه مع شويش ديال البصله مقطعه رقيقه، نزيد ميها زعما دروبيني دايره في قرعه سيدي علي باش ما تقولوا كنطيب سيدي علي. فوالا غادي ندير مليحه مزيره الملحه، كي كنقول لكم راه ما ملحاش بزاف، شويه البزار شويه سكنجبير وصفه فيت في باسكو ما عنديش الوقت باش ندير بالمعلقه ونوجد، سمحوا لي حبيت نشاركها معكم. الوغ وي غادي نزيد كنور، كي قلت لكم كنور راه كنديرو غير في العدس حيت ما كنديرش فيه اللحم، غنديرو في لي بات. هادي سي اون صوص لي غنسقي بها الخضرة و الكفتة، غادي تكون فيها فوالا. سمحو ليا كنطيب بالضبط أو ميم طون، غنديرهم هاد الخليط هذا ديال الإبزار و السكنجبير و الملحة و التوم و البصل و الماء، غادي نديرو تتهبط هاد البصلة، غادي نزيد عليه شوية زيت زيتون. هاد البصله راه خليتها الاخرى خليتها باش نديرها في الكفته، فوالا دونك غنخلي هادشي حتى غيهبط في العافيه، عاد ديك الساعه غادي نزيد عليه المعدنوس، نزيد عليه كندير غير طوماط كونسونطري. قلت لكم هادي راه فيت في دخلوا من الخدمه ولا دخلوا اي وقيته ضروا وليداتكم بالجوع، راه دغيا تخلطوا تسلقوا لي بات ديروا هادي كتجي روعه. وكنزيد ورقه سيدنا موسى في دو لوري، وكنزيد الزعتره ولا الزعتر اللي بغيتو كنزيدو، كتولي صوص بولونيز واعره. دونك خليكم معايا نهبط هاد الخليط ونوريكم. الوغ اونطخ طون غادي تشوفو عندي هنايا ماطيشه، غتشوفو عندي بتنجان، غادي نقطعهم كلهم غوندال باش نحطهم فواحد الإناء. هاد البصله غادي نخليها للكفته، فوالا البنجان راه غسلتو هو باقي فيه الماء. باسكو مزروبه ما غنديروش غليظ هو راه كيكون شويه مويه. نورمالمون كيكون في اناء داير كيجي غزال، انا داك الداير الكبير عندي غنديرو خضر غير في كاري. غنواصل في التقطيع ديال هادشي كلشي غوندير، خليكم معايا. الوغ البنات كنقطع انايا وانا نتفكر واحد لاستيس، سيكو ملي كنكونو كنطيبو بطاطا فوالا فوالا فوالا، دونك هدا كنشريوه دايما كنشريو سوا ديال حميتو ديال سميتو. هادو لاش لايقين، هادو راه لايقين بحال هادي، هادي خليتها اكسبخي، دونك كنديرو هكا تنحيدوها.
هانتوما. سي ناستيوس اللي قلت انا نشاركها معكم. فوالا دونك لاش كيليقوا هادو افكار وحيه. خليكم معايا هانتوما كيما تشوفوا عندي هنايا تقريبا ما يعادل نص كيلو الا المهم تقريبا نص كيلو حيت كانت عندي كيلو كنهز منها ما عرفتش العبار. غير هذا سا ديباس 250 غرام. المهم الكفته اللي تواجدت عندكم ديروها، ديروا البصله العطريه ديالها اونتخو طون. ها هي البصله، البصله اللي قلت لكم راه زدت فيها شويه ديال الخرقوم. ها هي البصله بدات كتعسل شتيها كيهبطات. دونك هاد لا تيكستور اللي بغيت انايا في لاصوص اللي كندير انايا سواء لي بات سواء دابا غندير دابا لهاد الوصفه ما عرفتش باش نسميها. غنضيف شويه البزار، فلفل اسود، شويه الفلفل الاحمر حلو تحميره، وبابريكا. غنضيف الكفته عزيز عليا فيها الكمون فوالا، وغنضيف الملح. سمحوا لي راه عسلت على المطبوخ. الملح نكملو فوالا صافي. هادشي اللي كندير على الكفته. غندير عليها شويه القزبر والمعدنوس ونخلطها. غنخلط الجميع هكا، تدخل جميع المقادير في الكفته حتى يغطلق الشحم ديالها شويه، غطلق ليدام ديالها في اللاطه. دونك جو بريفير الا تلقات ليدام يكون فيه بعدا نكهه. فوالا غنواصل بحال هكا، غنشكلهم وغنوليكم في اللاطه. راه بالنسبه لهاد لاصوص غنضيف لها شويه القزبر ومعدنوس. الوغ دفنا عليهم شويه القزبر ومعدنوس، غادي نضيف مطيشة الحب كي قلت لكم، هاد الصلصه اسرع ما يكون. فوالا غنضيف عليهم، عندكم الماء سخون تبارك الله، ما عندكمش ماء سخون غضيفوا الماء بارد. غنضيف عليهم ورق سيدنا موسى، غنضيف ثلاثه نغسلهم. سمحوا لي راه كنطيب الكتبوط دونك تحرقت. فوالا نضيف الماء اللي غادي يخصني، نحرك الكل وغادي نرجعو لفوق النار حتى تكون ليا لاصوص ديالي. وهذه هي المعتمده وجربوها وما غاديش تندموا عليها. نردهم يتشحروا وهاني معكم. الوغ بين ما تشحر لي هذيك لاصوص لانه باقي غادي طيب، غادي يتشحر تعقد. غنضيف اناء فيه زيت الزيتون. ادخل ادخل انتوما شادين فيا، كان باغي يدخل لقاني كنصور قال لهم الا بغيتو تاكلو. ولا دوك غنوصلو على هذا الشكل. فوالا غادي نواصل على هاد الطريقه حتى نكمل. هانتوما كما كتشوفوا غنواصلوا على هاد المنوال صافي. ملي نكملوا نديروا عليها لاصوص. كنزرب كيتلف ليا الترتيب ماشي مشكل. هانتوما لا تيكستور ديال لاصوص كي كتكون، هادي هي اللي كندير انا لي بات. شوف فوالا دونك بالنسبه لهذا غادي يحتاج شويه ديال الماء، غادي تلقى الخضره الماء وداكشي، غادي نزيد فيه شويه غنخففوا. راه ضفت ليه الزعتر غادي نعاود نزيدها. فوالا وزيت العود بطبيعه الحال، زيت الزيتون مشى عليا الحال. فوالا غنخفف واحد الشويش. صافي Thank you.
الوغ نبدا نضيفها دابا على الطبق ديالي، و حتى يقرب يطيب عاد غادي نضيف عليه فرماج. هذا ما عرفتش اش نسميه الطبق، شفتو ديجا انا عند اخواننا سواء المصريين سواء فلسطينيين او سوريين. المهم تقدر تكون هذه هي البطاطس بالمسقعه، هذه رؤولي لي دونك نكملو ولا خلط. المهم وصفه شهيتها وقلت نديرها، يقدر يكون مقادير خطا ولكن نقول لكم الديله جات زوينه في الاخر، جربوها ولا لا. فوالا ندخلو الفران، غنغطيه في الماليمونت بلوتو بابي كويسون، فوالا ايبي بابي المينيوم، باسكو محسنش ندير بابي المينيوم ديراكتومون سوغ الماكلة. فوالا صافي غندخلها حتى نجهد على درجه حراره 200 درجه ونخليها تطيب، نبدا نقلبها باسكو ما عمرني شربتها. ودابا رديتها في الفران، وليداتي راه كيتعاونوا معايا كيجمعوا الدار، حريتي طايبه لقطبتها وطيبتو. هذا المعتمر معتمد عندي في الحجر الصحي، فيه النخاله وفيه قطبوطه وراه منفوخ حتى هو. فوالا كنسها عليه مره مره ماشي مشكل، غادي ياكلوه بحال الحمضه طايبه بيض مسلوق كلشي موجود. صافي تنحط الطبيلتي نصورها لكم. فوالا غنردها دابا للفران تكراتينا، دونك زدت فيها الفرماج ادام، فرماج حمر كي كنقولو هنا في المغرب، و لا موتزاريلا. دونك غندخلها حتى تكراتينا صافي، و فو سيرفي افيك اون سالاد ولا شي حاجه خفيفه. المهم با دو بان افيك سا.